السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بدأنا قبل ذلك تعريف عن البايثون وتعريف عن التيكنتر وإزاي نسطب البايثون والتيكنتر وشرح الانفيرمنت. فهذا الدرس إن شاء الله يكون استكمال التيكنتر، ثم في الدرس القادم بإذن الله هنربط إن شاء الله التيكنتر كجيوي مع الباك إند اللي هو البوستجري سيكول. إذن في أول أبليكيشن هو عبارة عن جيوي أبليكيشن، إن شاء الله في خلال هذه المحاضرة بإذن الله هنشرح التيكنتر وفائدته. البايثون فيه عدة جيوي فريم وركس، منها تيكنتر، منها الباي سايد، في الكيو تي بلس كيو تي اللي هي سي بلس بلس فريم ورك اللي هي باي كيو تي باي كيو تي 4 او باي كيو تي 5. في ايضا التيكنتر. ميزة التيكنتر مع انه من فترة من اول الفريم وركس في البايثون، ولكنه اسهل فريم ورك ليعمل تطبيقات ديسكتوب. ثانيا انه كروس بلاتفورم، يعني التطبيق اشتغل على الماك واللينكس والويندوز. خلينا هنا نكتب فايل جديد وليكن ليسون 1. طيب خلينا نكتب فايل 1 دوت باي from tkinter import everything. هنستورد من مكتبة tkinter كل شيء، في كل الفانكشنز في tkinter هنستورد. اذا هنذكر ان في الويندو الرئيسية عبارة عن tk object، الويندو لها تايتل ثم بعد ذلك الويندو آخر فانكشن ويندو دوت مين لوب. إذن ببساطة شديدة استوردنا لازم الاستيراد للتيكنتر. ممكن استورد الويندو التيكنتر كتيكي وبعد كده نعرف الويندو كأنها تيكي أوبجكت، ولكن إن عرفنا إن الويندو الرئيسية للأبلكيشن بتاعنا عبارة عن تيكي أوبجكت، والويندو تايتل التايتل للويندو عبارة عن ويلكم تو ذا كورس. مين لوب عشان نتأكد ان الابلكيشن اشتغل باستمرار، لو لغينا المين لوب هيتوقف بعد ثواني. خلينا اولا نحاول تجربة. هنكتب هنا بايثون فايل 1 دوت باي خلينا نلغي التفعيل، فده اللي ظهر. لو ما كتبناش المين لوب هتظهر اوتوماتيك في فجأة وتختفي هذه الشاشة. دي كده الشير بتاعتنا او الابليكيشن ويلكم تو ذا كورس. اذا اربع سطور عملوا لنا النافذة الويندو والسطر اللي هو ويلكم تو ذا كورس. بعد ذلك ممكن يكون نكتب يكون في تايتل او ليبل، هيكون في فايل 2 from tkinter import everything. ايضا الويندو عبارة عن tk object، الويندو دوت تايتل welcome to the course، في ليبل lbl عبارة عن ليبل object، هذا الليبل موجود في الويندو، والتكست على هذا الليبل هيلو. ليبل كده عبارة عن ليبل لكن غير موجود، عبارة عن ليبل وهمي. لازم نكتب جريد او باك. الجريد فيها بتستقبل كولم ورو، اذا كولم صفر ورو عبارة عن صفر. اخيرا اخر سطر ويندو دوت مين
لوب. اللي حصل ان احنا عرفنا التيكنتر، استوردنا التيكنتر وعرفنا ان الويندو تيك اوبجكت نفس الكلام اللي حصل في الفايل 1، ثم بعد ذلك التايتل نفس اللي حصل في السطر الاول، ثم بعد ذلك ضفنا ليبل، هذا الليبل وضعناه في الصفر والصفر ملحوظة. لو كتبنا اي بطن او ليبل في كولمن وصفر، الصفر هو الاول، اول عمود الكولمن الاول او العمود الصفر، لان عادة اي شيء برمجي بيبدأ بالصفر ما بيبدأش الواحد، العد في برمجين بيبدأ بصفر وليس واحد. والصفر اللي هو رو صفر اللي هو الصف الاول. ثم بعد ذلك نضغط انتر، نذهب مباشرة، الفايل لسه شغال، فنكتب فايل 2.py. بهذا الشكل يظهر ليبل هيلو على هذا الأساس. في شيء آخر، لو عايزين نحدد للويندو عرض وارتفاع، فنكتب ويندو دوت جيومتري، ولكن ان العرض 600 والارتفاع 450. كالتالي فظهرت اوتوماتيك، لكن لو ما كتبناش جيومتري هتظهر. خلينا نحذف مثلا هذا السطر او نعمل له كومنت، فده اللي ظهر، ده كده اللي ظهر من غير الجيومتري، لكن بالجيومتري بيظهر على هذا الاساس. ده كده الاختلاف، ان عرضه 600 بيكسل وارتفاع 400 بيكسل. كيفية إضافة بطن ويدجت لهذا الويندو أو هذا الابليكيشن، هنكتب بي تي ان اختصار أي فاريبل عبارة عن بطن كلاس، اللي هو هذا البطن الكلاس موجود في التيكنتر، هذا بطن كلاس موجود في الويندو، التكست لهذا البطن كليك هير، البطن دوت جريد في الكولم الاول والرو الصفر. يبقى اذا اللي حصل ان احنا كتبنا ان في ليبل وفي بطن، البطن يلي فقط الليبل، يعني اذا كل ليبل موجود بعد مع وجود بعد بطن، يعني اذا الصف الاول احنا ما دخلنا في الصف الاول، ولكن العمود الاول وهنا العمود الثاني. ممكن نعمل تشيك على هذا الكلام، فاب ايرو يعني السهم اللي فوق خلينا نروح للفايل 2 او تكرار اخر امر، فظهر عندنا كليك هير ده بطن وهيلو عباره عن ليبل. اذا هذه السطور اوجدت لنا هذا الابلكيشن، هذه النافذه 600 بكسل في 400 بكسل مع ليبل وامامه هذا البطن. هل ممكن تغيير الكالر والفور جراوند والباك جراوند لاي بطن؟ ممكن ببساطه شديده جدا. في البروبرتيز هنكتب هنا البي جي او الباك جراوند هتساوي اورنج، والبي جي هتساوي ريد. ممكن نكتب وايت ما ليكن. هنا البي جي والاف جي فور جراوند وباك جراوند اختصار اف جي وبي جي اختصار باك جراوند وفور جراوند. فبساطة شديدة الباك جراوند وايت والفور جراوند اورنج. خلينا نكتب مكان الوايت الباك جراوند ريد، نقفل هذه النافذة ثم نعيد فتحها مرة اخرى. اذا الباك جراوند باللون الريد والفورجراوند باللون الاورنج. زي
نعمل هاندلنج للايفنت، بمعنى ان لو ضغطنا على الزر يحصل اي شيء، ممكن يظهر نافذة، ممكن يظهر نافذة جديدة، ممكن يظهر يعمل عملية حسابية. فاذا ببساطة شديدة هنكتب هنا او في الاول سطر function define clicked. هذه الفانكشن label dot configure التكست هيساوي خلينا نعمل تيست، لكن قبل ما نعمل التكست لازم نكتب في هذا الكوماند، نضيف هذا الكوماند طيب كده انتهينا من هذا التحديث. خلينا نذهب للكوماند لاين ونضغط على كليك، فإذا button was clicked. اللي حصل ببساطة شديدة نشرح اللي حصل. في عندنا هنا ويندو، في داخل هذه الويندو في ليبل وفي button. أي button فيه command يعني بيضيف لي command معين بحيث إن هذا الأمر يحدث أول ما نضغط على هذا الزر. يبقى إذن يفضل إضافة هذا الكوماند على أساس function بحيث ممكن نستخدمها بعد ذلك. فإذا كتبنا define click function في أول سطر، إن أول ما في الفانكشن بتعمل إيه؟ بريترن label dot configure، هيكون هذا configure التكست دي هيكون يتغير بهذا الشكل، بمعنى إن هذا الليبل هيتغير تكست من hello إلى هذا الشكل إلى هذا التكست ببساطة جديدة، ونضيف هالكوماند click. ما فيش أي صعوبة في هذا الكلام. وده اللي كان حصل كالتالي، ضغطنا button was clicked. هنبدأ ملف جديد لأننا نتحدث في هذا الملف. هذا الملف من الأهمية وبمكان، لأننا نتحدث في هذا الملف عن الانتري. لا يخلو اي ابلكيشن من الانتري او التكست بوكس ببساطة شديدة. فاذا from tick enter هنستورد everything، وهنعرف الويندو على انها tk object. فاذا بعد ذلك الويندو عبارة عن tk object، الويندو dot title Welcome to the course وليكن on Skillshare. ثم بعد ذلك ال window.geometry وليكن 600x450 بيكسل. بعد ذلك في LBL عبارة عن label، هذا الليبل موجود في الويندو، والتكست هيساوي وليكن هنبدأ بهلو وليكن lbl.grid في الكولم الأول اللي هو صفر والرو صفر. هذا الكلام مرينا عليه قبل ذلك، لكن الجديد هو التكست عبارة عن انتري وليكن موجود في الويندو اللي هو الويندو الأساسية للتيك أوبجكت اللي عرفناه في أول سطر. هذه هي الويندو، هذا التكست موجود في الويندو، أيضا هذا الليبل موجود في الويندو، الباتون أيضا موجود في الويندو. في قيمة جديدة هي الويدز، بمعنى أن عدد الخانات الموجودة في الانتري ممكن هتكون 20، بتكون رقم، تكون انتجر، ممكن تكون 20، ممكن تكون 30، ممكن تكون 10، ممكن تكون 5، على حسب هذا الرقم بتظهر عدد الخانات اللي ممكن نكتب فيها. حتى الان لما نضيف هذا التكست للاي اوت فدوت جريد الكولم هيكون طبعا الاول، الرو هيكون الصفر.
هنضيف بعد ذلك الـ btn عبارة عن button class موجود في الويندو. الكوماند هيساوي clicked btn.grid الكولم 2 الرو هيساوي 0. عشان نشغل هذا الابليكيشن هنكتب ويندو دوت مين لوب. هنعمل run لكن هذه المرة من بايثون فايل 3.by. تمام، بيذكر لنا ان clicked isn't defined فنكتب هنا clicked print مرة أخرى run. إذا ظهر هذا التكست بوكس بعشر خانات، لو كل ما نضغط على click here فهيطبع hello there. ممكن الويتس يكون 25 ما فيش أدنى مشكلة. هنا الويتس أصبح 25. هنعدل إن شاء الله الكليك دي فانكشن بحيث تتفاعل مع التكست ليبل. فالريزلت هتساوي welcome to زائد هنختار التكست دوت جيت تكست دوت جيت ثم بعد ذلك lbl دوت كونفيجر التكست هيساوي res. طيب ايه اللي حصل؟ احنا اخترنا نص معين من الليبل، النص اللي هيتكتب هنا هنستخلصه ونضيف عليه ويلكم تو ذا، اصبح عندنا في قيمه او في فاريبل اسمه res او result. هذا الفاريبل ويلكم تو ذا زائد النص المكتوب ها هنا، ثم هنطبع هذا النص هيكون ويلكم تو ذا كورس وليكن، هيطبع هنكون هنضعه على هذا الليبل. خلينا نعمل run save هذا الملف، نتأكد ان save بحيث تلغي عملية الدائرة اللي كانت موجودة هنا. بايثون فايل 3.by هنكتب وليكن ويلكم تو ذا كلام سليم جدا. إذن الريزلت شغالة ما فيش أدنى مشكلة. دي كده انتهينا من الثلاث دروس بفضل الله. الدرس الرابع إن شاء الله نتحدث عن المسج بوكس، نبدأ فايل جديد نكتب فايل 4.by. ممكن نعمل رينيم الفايل لأن الفايل غير صحيح. فايل 4.by أيضا الفايل غير سليم فرينيم فايل 4.by talking about message box. هنستورد كالعادة from tkinter import everything from tkinter import message box. في بعض الاشياء اللي احنا ممكن بدل من كتابتها زي الويندو ممكن ننسخها اوتوماتيك. ايضا الفانكشن clicked
فإذا عندنا بطن، هذا البطن موجود في ال في الويندو. التكست عبارة عن كليك زير، كوماند عبارة عن كليكت، ثم بطن دوت جريد، الكولم صفر، الرو هيكون في صفر، ويندو دوت مين دوت مين لوب. اللي محتاجينه حاليا نعدل هذا الكود بحيث ان لما نضغط على هذا البطن يظهر مسج بوكس، مسج بوكس دوت شو انفو مسج تايتل، وها هنا مسج مسج كونتنت. اذا عباره عن مسج بوكس، مسج بوكس من نوع شو انفو. خلينا نعمل رن ونشوف التفاصيل. فايل فور دوت بي واي، ظهر بهذا الشكل مسج كونتنت. كل ما نضغط على هذا بيظهر مسج تايتل، مسج تايتل مكتوب مسج تايتل في المسج تايتل، والانفو مكتوب فيها مسج كونتنت عباره عن ليبل. ببساطه شديده جدا ممكن نعمل كومنت. في ايضا بعض الفانكشنز زي شو ايرور، وزي زي شو وارنينج، ماشي. هنلغي هذا الفايل ثم نبدأ فايل جديد، نضغط على هذا الملف مسج كونتنت بحيث ده كده ايرور. نعمل كومنت لهذا الملف، هذا السطر نبدأ في سطر، هذا السطر تشوف رن مرة أخرى، ده كده الورنينج، علامة الورنينج ومسج كونتنت وتايتل كالعادة. المسج بوكس في عدة فانكشنز مختلفة غير الانفو والايرور والورنينج، فيها أيضا اليس والكنسل، فيها الكويشن أي يعني في حالة السؤال عن أي سؤال سواء كان بيس او نو كالعادة. فبنستخدم الفانكشن اللي اسمها ask yes no cancel او ask ok cancel او ask question. خلينا نجرب احدى هذه الفانكشنز بعد ما نلغي هذا الابليكيشن، ثم نذهب مباشرة الى file 4 ونعمل test click there. فالمفترض تظهر message content yes or no or cancel في عدة messages بهذا الشكل. هنسيف ونلغي هذا الابليكيشن، ثم نذهب مباشرة الى الكوماند ونعمل run لهذا الابليكيشن، تظهر message content اللي هي عبارة عن okay cancel. فاذا ال yes وال no وال cancel مختلفة عن الquestion، مختلفة عن ال عن ال ask okay cancel، فكلها من نفس النوعية اللي بتحس بنسأل اليوزر عن بعض الاسئلة. فنجرب الاوكي او الكويشن مسج كونتنت يس اور نو، فده كده عباره عن الاسك كويشن شبيه بالاوكي كانسل. طيب طبعا ممكن نغير المسج كونتنت، ممكن نغير المسج تايتل. الدرس الخامس الحادث عن سبين بوكس، هنبدا فايل جديد، فايل 5.by. كالعادة هنستخدم من تيكنتر عدة لايبرز، فممكن ننسخ هذه اللايبرز مباشرة من الملف السابق، ثم هنستخدم ويدجت جديدة اسمها سبين. هنشوف فايدة السبين بوكس. اي كلاس دايما بيبدأ بكابيتال لتر. سبين بوكس عبارة عن من الويندو from يبدأ من صفر
حتى 100 الويتس وليكن 10. هنضيف السبين دوت جريد كولم يساوي 1 رو هيساوي 1 ثم ويندو دوت مين لوب. طيب السبين بوكس هنشوف طريقة التعامل معاه في هذا الملف فايل 5.by. طيب ده كده عبارة عن السبين بوكس شبيه بال شبيه السبين بوكس شبيه في الويب بيج بالاختيار بحيث ان نختار وليكن رقم ممكن وليكن بنختار ديت او نختار تاريخ معين او ايج اي شيء من هذا القبيل. فاذا كتبنا ان الويتس الويتس 10 بيكسل وال او 10 وحدات 10 وحدات وليكن بيبدا من 5 وبينتهي عند 25. خلينا نشوف مره اخرى هنجد ان بيبدا بخمسة حتى 25 وبيتيح لنا نكتب رقم معين او نستخدم الاب ايرو عند 25 هينتهي هذا السبين بوكس. الدرس السابق او الدرس التالي عباره عن فايل 6.by. هذا الملف استخدمنا فيه التكنتر والتكنتر بروجرس بار والتي تي كي. ايه فايدة التي تي كي؟ بنستخدم فيها الستايل كالتالي. هذا درس مخصص بالبروجرس بار. عرفنا البار كأنه بروجرس بار موجود في الويندو. اللينس 200 بيكسل والستايل استخدمنا التي تي كي عشان نستخدم الستايل. البروجرس بار موجود في مكتبة التي تي كي في التكنتر. الفاليو عبارة عن 70. وضعنا في اخيرا البار في الجريد 0 و0 ممكن نبدا ب1 و2 ما فيش ادنى مشكله. ثم مين لوب عشان يشتغل هذا التطبيق. نلغي الابلكيشن الحالي ونبدا فايل 6.by. فاز عندنا على هذا الاساس بروجرس بار عند قيمه 70%. ممكن نكتب هذه القيمة 50 ثم ريرن نجد ان البروجرس بار 50. في الدرس القادم بإذن الله نتحدث عن المينيوز وبعض الخصائص المهمة في التيكنتر.